صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم أيها الأحبة الأعزة، الحضور الكريم، جناب الدكتور السيد المعاون التربوي، السيد مدير مركز محل الأمية، الأخوة الأعزاء، الأساتذة، جميع المتعلمين، نبارك لكم هذه الأيام المباركة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وكذلك الأئمة الأطهار في هذا الشهر المبارك، ومتعلمي المستوى الثاني في مركز نتعلم نحيا، تطبيقا لوصية الأمير الله الله بالقرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. اليوم يهدون الختمة القرآنية الثانية باسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكما هو متعارف الجلسة الختامية بعض الآيات والسور القرآنية الأخيرة للتبرك، فنبدأ ببركة محمد وآل محمد. نقرأ جميعا إن شاء الله بعد كل آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميعا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. طبعا بدأت فكرة تأسيس المركز أو برنامج نتعلم لناحية بعد ما أوعز الجناب المتولي الشرعي دام عزه بتأليف منهج خاص بتعليم الكبار يراعي احتياجات هذه الفئة ويكون مناسب للفئة العمرية من حيث المحتوى المنهج، من حيث أنشطة المنهج، من حيث الأهداف المرجوة من وراء هذا المنهج. هدفنا الرئيسي هو إكساب المتعلم المهارات الأساسية للغة العربية اللي جنابكم تعرفوها. المهارة الأولى هي مهارة الاستماع، ومن ثم مهارة القراءة ومهارة الكتابة، والمهارة العليا الأخيرة اللي هي مهارة التحدث أو مهارة التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، متعلمي منهج نتعلم من ناحية المستوى الثاني يختمون القرآن الكريم للمرة الثانية خلال هذه الأسابيع، ويهدون هذه الختمة المباركة للأمير، وتطبيقا لوصيته التي قال فيها الله الله بالقرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. خلال هذه الأسابيع توزعت الأجزاء على مجموعة طيبة من المتعلمين، البعض قرأ 4 أجزاء، البعض 3، وفي هذا اليوم في أيام ذكرى ولادته جلسنا هذه الجلسة المباركة لكي نتبرك، وبحضور الجمع المبارك من المتعلمين في المركز المبارك. طبعا احنا بهاي الدورة تعلمنا هواي شغلات. اولا تعلمنا كيف نقرأ القرآن سواء بالتهجي، يعني ابتداء الأساتذة علمونا الأحرف بالهمزة وبالكسرة وبالفتحة، ونشكر من المعلمين هواي هواي. طبعا هواي شغلات تعلمناها، مثلا كان مني زائر يعطينا يقول لنا هاي وين هاي مثلا الفندق أو هذا الدكتور، ما كنا نقدر نقراها بصورة مباشرة، هسه لا أصبحت عندنا يعني نتهجاها أو نقراها رسن اندلي نقول له هاي الدكتور فلان مكان. تعلمنا القراءة والكتابة مو نقول 100%، لا يعني مثلا تعلمنا 60%، وهذا الفضل كله يرجع للأساتذة اللي درسونا. القرآن يمكن يعني معنوية، يعني مو بصدد إهداء
كتاب، بس هذا الغرض من عنده. راح بعد هذا يلازمكم الكتاب ان شاء الله تعالى، هذا الكتاب منازلكم تعرفون من بدايه الانطلاقه ان شاء الله تعالى، يعني انتقلتوا من مرحله الى مرحله ان شاء الله. موفقين ان شاء الله تعالى، موفقين. الله يبارك فيكم، الله يسعدكم.